أخبار اليوم. يعني هتبقى دورة ناجحة، دورة منظمة، دورة هادية، دورة كل الجرايد والمجلات والقنوات الفضائية هتغطيها وهتدعمها، لأن مش عايزة أقول لك بقى السنة دي كل الناس عايزة تدعم الدورة دي، وده نوع من اليقظة ونوع من إن كلنا واقفين جنب بعض عشان البلد دي تنور. التكريم للنجمة فاتن حمامة النهاردة شايفينها كلنا على البوستر بتاع الدورة 37، شايفها ده أقل حاجة ممكن تقدم لفاتن حمامة. فنانة عظيمة، فنانة فاتن حمامة، مجتهدة وقضت حياتها من وهي صغيرة لغاية ما ماتت قبل ما تموت، بس لما اعتزلت شوية وهي بتشتغل بس يعني حياتها هي السينما، ولكن كان ممكن نهديها الدورة دي وهي عايشة فتشوف على حياتها عينها فرحة الناس بيه وحب الناس، والفنان عايز ايه غير انه يشوف حب الناس.